السلام عليكم البنات، نتمنى انكم تكونوا مزيانين وفي احسن الاحوال. غادي نشارك معكم اليوم فيديو جديده فيها جوج ديال الوصفات ديال العصير اللي تيجي لذيذ بزاف، غني بالفيتامينات والاهم انه سهل. نخليكم الان مع المقادير. بالنسبه للمقادير ديال العصير، الاول كنحتاجوا له تريفات ديال المونك. انا استعملتهم كونجولي لانني كنبغي يجي بارد. 250 مليلتر ديال جو دورانج، بانانا و دي فروي روج لي هما كونجولي. بالنسبه للتحليه كنستعمل العسل 3 حتى 4 المعالق كبار. اللي بغى يعوضوا بالسكر ممكن، ويكون عينكم ميزانكم. كيف ما شفتوا العصير كيتكون جوج ديال الطبقات. غادي نبدا بالطبقه التحتانيه هي الاولى. خديت فيها الطريفات ديال المونك، زدت عليهم العصير ديال الليمون اللي خليت منه واحد ربع كاس، وجوج معالق كبار ديال العسل. طحنتهم مزيان. من بعد خديت الكبيسات اللي غنقدم فيهم، عمرتهم حتى النص، يعني خليت واحد الفراغ الفوق. القوام ديال هذا العصير كيجي خاطر وثقيل، يعني ماشي خفيف. هذا هو السبب اللي كيخلي الطبقات ما يندمجوش. البنات اللي ما كيبغيوش العصير بارد بحالي، ما تستعملوش هكا دي فخوي كونجولي، تقدروا تستعملوا دي فخوي هكا اللي عاديين او في الثلاجة. وبالنسبه للتحليه، شخصيا تيجيني العسل احسن من السكر، غير هو خاصو ضروري يكون حر. لهاد العصير كنحتاجو واحد الخمسة ديال الحبات ديال الكيوي، بانانا مقطعة كطريفات، 300 مليلتر ديال الجو دورانج، جوج معالق كبار ديال العسل الحرة، وريقة ديال النعناع. ما ناخدش دوك العبيدات، يعني ناخد غير الوريقات صافي. دابا الطريقة راه باينة. غادي نخلط جميع العناصر، جو دورانج، البنان، الكيوي، ورقة النعناع والعسل. غادي نطحنهم مزيان. البنات اللي ما كيبغيوش دوك الحبيبات اللي كيكونوا كحل في الكيوي، تقدروا تصفيوه منين تساليو، انا ما غاديش نصفيه. كما قلت لكم قبل، كيعجبني العصير يكون بارد. غنزيد له في الاخير واحد الخمسة ديال طريفات او ستة ديال الكلاصون، وهو كيتطحن صافي. من بعد غنقدمو. القوام ديالو كيجي شويه خفيف، ماشي ثقيل بزاف، والاهم انه تيجي منعش. صافي، هادو هما الوصفات اللي شاركت معكم اليوم.
وصفات ساهلين ما كيتطلبوش واحد الوقت كثير او جهد كبير، سورتو اننا على الابواب ديال الصيف وكذلك رمضان ان شاء الله باذن الله كنحتاجو بزاف ديال الوصفات ديال العصير. الى عجبتكم لا فيديو ديروا لها لايك، الى عندكم شي استفسار ولا شي حاجه هكا بغيتوا تعرفوها خليوها لي في لي كومونتير. خليتكم على خير ان شاء الله باذن الله، نتلاقاو المره المقبله فيديو جديد.